بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. وبعد، انظروا إلى أثار بركات هذا الرجل الصالح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نحن في على الحدود المالية الموريتانية على بعد 950 كيلو متر من العاصمة نكشوط، في زيارة لإخواننا أهل السنة في منطقة تسمى أو بلدة تسمى مدبوغو، ثم بعدها الطويل. وهذه الدعوة نفع الله تعالى فيها أهلها بدعوة أهل السنة لداعية يقال له محمود عيسى با، من طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل أكثر من 60 عاما، ومات رحمه الله، لكن أسس دعوة سلفية سنية نقية فيما نحسبها وفيما نحسبه. وهذا الرجل يعني مات عليه رحمة الله، لكن له معهد، وهي منطقة من أشد مناطق تصوف غلوا، حيث توجد فيها الطريقة الحموية التيجانية. وكان الشيخ ينفق على طلاب هذا الشيخ محمود عيسى با، وهذا يعني شيك من الشيخ رحمه الله أفادنا به الطلاب هذا الداعي عليه رحمة الله محمود الذي مات، وهذا لاحظوا توقيع الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله. سبحان الله، رحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة واسعة، وغفر الله تعالى له ورفع درجته في المهديين، وغفر الله تعالى للشيخ محمود عيسى با الفلاني. والله ما زرنا هذه المناطق إلا من باب الوفاء لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، ونصرة لإخواننا أهل السنة، حيث يوجد عندهم معهد من بركات الرجل الصالح الذي كان ينفق عليه الشيخ عبد العزيز بن باز. أخوكم إبراهيم المحميد، 29 من شهر رجب. جزاكم الله خير.